انا العلاقه ديالي قويه مع سعد مجرد، العلاقه ديالي باقا قويه مع سعد مجرد. سعد هضرت معاه النهار الويكاند اللي فات، هضرت معاه واخا. العلاقه اللي بيني وبينه، داكشي اللي كنقولوا لك يقول لي كنقول لي، داكشي راه بيني وبينه دابا. ماشي حيت غادي تبين على غتقول شي حاجه في انستغرام ولا في فيسبوك معناتها ان العلاقه مزيانه، ولا ما قلتيش معناتها العلاقه ما مزياناش. هذه ماشي المعنى ديالها هو هذا. كاين كاين شي حوايج اللي كيقول ليا كنقول ليه كنهضروا مع بعضياتنا، ما كيسخروا واحد الخبر. شي حاجه بيرسونيل ولا شي حاجه ديال الصحبه اللي كنسول فيه، كيسقسي فيه، كنسول فيه وكيسول فيا. مي ماشي معناتها انه ما كنساندو ولا ما كنساندوش. معناتها دابا شنو وقع دابا؟ وقع لي مشكل عاوتاني، هو مازال ما تحكمش. كان المشكل الاول اللي مازال ما تحكمش فيه. المشكل الثاني عاود وقع لي عاوتاني، كيف ما الجامع تصدمت انايا فاش وقع المشكل المره الثانيه. فاش وقع المشكل الثاني صيفط لي ميساج، قلت ليه كنتمنى على انه هادشي اللي كنسمع دابا، حيت في الاول كان ديك اشاعه نايضه، كان هضر السيمو بن بشير ومن بعد لي سيت هذيك الخونيك، وهذيك الوقيته هذيك الحد نيت اللي كان وقع هادشي، داك الحد صيفط لي ميساج قلت ليه تمنى الله هادشي يكون ماشي صحيح، ما تكون اشاعه وما يكون والو. ما يكونش يتصدم حيت وقعت المره الثانيه. مي الصحبه باقا كاينه، صاحبي وباقيين صحاب. هادشي اللي دابا اللي داكشي بقى فيه الحال، حيت الناس دابا كيشوشوا على هاد القضيه هادي ديال انت كنتي صاحبو ما بقيتيش معاه، قلبتي الفيستا، داك التخربيق. ماشي انا اللي قررت نوقف سعد مجرد. هادشي اللي كاين، اللي بغى يفهمها يفهمها، اللي ما بغاش يفهمها اللي لا يفهمها. زافي ما يفهمهاش هو كاع، يبقى هو على ديك اللعبه ديال لا حبستي درتي هذا. انا ما حبست والو، الناس الاداره ديال ايت راديو هما اللي حبسوا على قبل هادشي اللي قلت لكم، اللي شرحت لكم. اللي بغى يفهم هادشي مرحبا، اللي ما بغاش يتقبل لهلا يتقبلوا.